سفر بيني هذا قراركم لكان؟ هاد قرارنا كلنا جيمو، انتو لازم تروحوا. هاد كل شي بدكم تقولوه؟ لازم الرجال يسأل عن عيلته أولاً وأخيراً. عندك مسؤوليات تجاه مرتك وتجاه ابنك اللي ما ولد كمان. أنا بعتذر منكم كلكم، هذا القرار اتاخذ بسببي. حاسة حالي مذنبة لأني أخذت جيمو منكم. هاد مو ذنبك بنتي، هاد مو ذنب حدا لحاله أبدا. نحن فكرنا بحياتنا غير هيك ومتعودين غير هيك. متعود عليكم، متعود كل يوم بلش نهاري معكم ونفطر الصبح. نحن قد ما تخانقنا وقد ما تقتلنا ما منقدر نعيش واحد غايب، وكل روح بتطلع منا تاخد معها جزء من روحنا. بسمع هيك بقلك يا جيمو، هلأ وقت الروحة، فهمت؟ وقت الروحة. طيب وإمتى السفر؟ بكرة الصبح. مهند حجز لكم. كتير مستعجلين؟ كأنكم عم تقلعونا؟ ابني التأجيل ما بيفيد أبداً. هاد مطر الخريف، كنت فكرة انه ورق شجرنا ما رح يهر. رح نقعد عند اهل ابك لحتى نلاقي بيت، وغراضنا بتبعتولنا اياهم. طبعا نبعتهم. محمود، محمود ارفع راسك. خلاص بقى محمود، لا تعمل هيك ولا رح املك احسن اوضه بالبيت. بالعطله بتروح لازمير، ماشي؟ فهمت ولا؟ عمي احكي لك شي كلمه. اي والله، وانا كمان رح ابكي. لا تخلوني ابكي، اذا ببكي ما بقى بسكت. ها قال بس يبلشوا الناس يروحوا ببلشوا التانيين يلحقوهم، وهي بلشوا.
إذا سكري هالشباك بنتي. شوفي شو صاير. شوفي بدال. ليش سيد؟ ليش؟ روح من هون سيد، روح. ما بياخدني من هون غير الموت. ألو نعم. أي أحلو كتير. تمام عم ننتظر يا خانم. هذا متنح وما عم يروح، شو بتحبي نعمل معه؟ هاد جانين، جانين على الآخر. أنا هلا برجع له عقله. وقف أنت، حقي روح أنت شوفه. تعال شوف، تعال تعا عيني تعا. شو نهاية هالشغلة سيد؟ شو نهاية هالشغلة؟ أنا بدي إيدال عمو. لك شو أنت بدك تخليني عصب عليه؟ ما دام إيدال كل هالقد غالي عليك وبتموت عليها، ليش خبصت هالتخبيص هاد؟ ندمان عمو، ندمان كتير. وأنا شو بيأكد لي إنك ندمان؟ إذا متأمل إنه اللي جوا يسامحوك فلا تتأمل. هاي الشغلة ما بتخلص تحنين قلبن عليك. بدك تمرخ أنفك وبدك تتألم، بدك تتألم كتير كمان. يمكن تحني راسك بس ما تمرخ حالك بالأراضي. الناس بتزعل على واحد بالأرض بس ما بتحترمه. قيمة واحد عم يشحد الحب شحادة ما بتزيد عن قيمة الشحاد، مفهوم؟ يلا 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 روح بلا ما تغوص أكثر. إذا غصت بتنطمر وبتروح فرصتك. يلا مهنا خدوا من هون وعطيه شي حطوا عليه. حاضر أغا. يلا سيدي. تفضل بابا. يسلموا بنتي. الظهر كانت السماء صافية والمساء مطرت. ألو ألو ألو، احكي يا بني آدم. شو قلة هالأدب؟ سكت سكت وسكر، ما كان ناقصنا غير زعران التليفونات. هذا بابا، صوت بابا. على نكشة كنت رح احكي معه بالزور. كمشت حالي بيكون احسن اذا بتبعدي عن التليفون. لو طلعت أليف شو بدك تسألي يا أليف؟ صار لها ساعات رايحة ناجي، ما أخذنا خبر. خبر شو عم تطلب؟ ما بعرف، ما بعرف شي. وكمان أخي إذا عرفوا. شوفي اسمعيني، أنا بفهم بالناس شوي. حتى لو كانوا معصبين، هدول النسوان اللي شفتهم ما ممكن يعملوا شي بيأذيكي. عم تفهمي؟ لازم تفهمي هالشي. شو بدي أعمل ناجي؟ شو بدي أعمل؟ لو تخلي عمك يروح معك على المطار. لا ماما زينو، هيك أحسن بلا ما عزبه. يلا بخاطركم. الله معكم. الله معكم. مع السلامة. الله معكم. الله يوفقكم ويفتح بوجهكم. يخلي لي هيك. اسمع شو بدي لك. لما بتقعد على البحر انت وعم تشرب العرق
تتذكر عمك. سمعتني شو قلت؟ حط كلامي حلا بإذنك. يلا روح بقى روح روح. ديري بالك على جيمو. ها صباح الخير بابا. صباح النور ابني. شو مبكر اليوم؟ رايح على الجمعية. على خير. وأنا طالع على المكتب. حكيني إذا صار شيء. بابا، امبارح بالليل بعد ما نمت اتصل جيما وإيبك ليودعونا وبيسلموا عليك. يودعونا؟ ولشو الوداع؟ رحلوا على إزمير. إمتى؟ اليوم الصبح. بيكونوا هلا على الطريق. وليش سافروا؟ مشان إيبك. الحادثة اللي صارت مع جيما وحقي آخر شيء أثرت كتير على أعصابها، وقال بس ليجوا شي جاية بيمرقوا. يلا إذا شفت ماما زينو سلم لي عليها. ليش هيك عم بيصير عمو؟ الغلط منا نحنا؟ نحنا اللي ما بنعرف نعيش مع حبايبنا؟ يعني لازم دايما الناس اللي بتحب بعضها تفترق؟ مثل ما ودعتي تلاقي سبسين خير. ليش هيك سافر جيمو ومرته بالسرعة؟ لا تسأل رجاءها. أهلا وسهلا. شو سويتي بالجامعة؟ إيبك معها نقاها 3 أسابيع بسبب إيدها. وقت بتخلص بتلاقي لها حل. لك سيفو سيفو الجحش. بلا سيرتو رجاءها، بلا سيرتو. روحي براس مناخيري. إذا الكل جاهزين تفضلوا على الاجتماع. يلا يا جماعة اسمعوني، تعرفوا انه عن قريب في انتخابات، وبظن الوضع بشكل تقريبي واضح من قبل الجميع. كلياتنا قدمنا كتير لهالجمعية، عرق جبيننا كلنا فيها، عرق اصحاب الارض والعمال والفلاحين وكل الناس اللي اشتغلوا بهالارض، كلياتهم في إلهم نصيب. الست زينو عم تحكي مزبوط. هلا يا منتعاون منحافظ على شرفنا وكرامتنا، يا اما بنضل عم نتفرج على جاية سيفو. سيفو مجهز حاله من هلا، بيضل علينا نحنا بدون ما ننقسم وبدون ما نخلي الفساد يدخل بيناتنا. منجهز لائحة قوية ومندخل الانتخابات. شو رأيك ست زينو؟ سيارتك يا اخ. عامل قبضاي كمان. انا كمان رح اكون جاهزي ورح ادعم اي لائحة بتكون قوية. بيكفي انه ايدين سيفو الوسخة ما تنمد وتدخل بيناتنا. معناتها نحن اتفقنا يا جماعة. لنطلب قهوة. Thank you.
لك يا زلمه بعد عن طريق بقى عنا شغل. ليش انت ما بتبعد؟ مو ملاحظ انك انت اللي مسكر الطريق؟ لا يا حسبنا الله. افتح. جاي على بالك تعمل مشكلة من الصباح؟ بعد سيارتك خلينا نمرق. هلا فهمت. بدك ياني افتح لك الطريق؟ ايه هذا اللي بدي اياه. الحمد لله انك فهمت. ايه ما تقول لي يا اخي. هي فتحنا. يا جماعة هاي اللائحة رح تكون أقوى لائحة بتشوفها جمعيتنا لحد اليوم، وما حدا رح يقدر يصمد قدامنا. سلامات. الله يديم البسط. شو واصلة صوت فرحتكم لبرا اليوم؟ شو عم تساوي هون سيفو؟ مو مسمح لك تفوت هيك على مجلس الإدارة على كيفك. في عندي جوز كلام رح قوله وامشي. قبل ما اجي لهون بخمس دقايق مريت على المكتب وقدمت طلب ترشيحي، وهذا الكلام عم قوله هلا بشكل رسمي وعم خبركن. مبروك عليك سيفو. وعليكم. خلص جوز الكلام تبعك؟ اي نعم خلص. اطلع لكان اطلع. على عيني. ماما زينو، ماما زينو، شوفي شو صاير. خبر سيء ماما زينو، سيء كتير. قلي شو صاير. والله ما لي عرفان كيف بدي اقول لك يا. احكي بسرعة شو في. حقي اغا. شو صار له حقي اغا؟ هو صار له حقي اغا. خردقوا خردقة برصاص يا ماما زينو. مين؟ العوض بسلامتك ماما زينو. شو قلت انت؟ قلت لك العوض بسلامتك. شو قلت انت ولا؟ سيد زينو تركي طولي بالك. سكتوا لهالمرة اكيد جنت هي. ما عم تعرف شو عم تحكي. زينو حيوان. زينو رجع رجع تركي. لا لا مالي تعالي وقفي. طالعوا من هون. بدي اقبله. بدي اقبلك. بدي اقبلك سيد زينو. بدي موته. طالعوا لبرا. تركني ولا برا. طلعوا راك. بدي موته يا سيد زينو. سيد زينو بدي موتو. زينو خلاص. يلا سريع سريع شوي شوي بسرعة عاشتك بسرعة. يلا بسرعة بيّن مركز ناسم الخبر بسرعة. مركز 23-11 حقي بوياطلي تقوص. كرر حقي بوياطلي تقوص. بعتولنا دعم على المشفى ممكن يسوء الوضع بأي لحظة. حقي أخذوا مني حقي يا رجاء. ليش ما خليتني يقتلوا؟ ليش ما تركتني يقبلوا لهي الكلب؟ ها رد على التليفون ابني. بدي يقبلوا يا رجاء. رد. بدي يقبلوا. ليش رجع بكير من الجامعة؟ مراد تليفونك. في نقطة مرساير وأستاذي مشارك فيه. يا ريتك رحتي تسمعتي. ماما شو في داعي؟ ما فهمت كيف يعني ما في داعي؟ حقي تقوص. شو؟ لوين؟ جاي فورا. مراد؟ قوصوا لحقي. ماتشي؟ ما بعرف بس هلا بالمشفى. قومي روحي معي. هادي كان ناقص. الو نعم. الو أليف أنا زليخة كيفك؟ مو قدراني أحكي معك زليخة. الأوضاع مكركبي بعدين بنحكي ماشي؟ زليخة؟ سكرت. شو بدها؟ ما شفتني سكرت؟ في شي صاير. مثل شو؟ ما بعرف ما شفتها كيف سكرت بوشي. ملكي شي بخصني. لا 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 تقلقي فورا. ما بتعرفي شو صاير. أكيد في مشكلة بعملها ما ساودة. لا يكون بابا سمع. ما بظن زليخة. إذا سمع إذا عارف إني عايشة. لو هيك كانت أليف خبرتك.
أنا خايفة نجم، خايفة كتير. لا تخافي. سيدي أوصوا لحقي. شو هالحكي؟ هلأ خبرونا. هاي مصيبة، يلا امشي. أمرك سيدي. خمسة. ممكن يكون عنده نزيف داخلي، في رصاصتين، واحدة بالمعدة وواحدة بالكبد. وخلينا نشوف صورة الصدر، في رصاصة بالجهة اليسرى كمان. وهي الرابعة تماما فوق القلب، بس جاي بالموبايل. ما في ضغط دكتور؟ ما فينا نرجع له ضغطه يا دكتور؟ صعب بس رح نجرب. خلينا المريض للعملية بسرعة. هدي حالك ست زينة. إيتال، هذا أنت بنتي؟ أنا رجاء، عمك بالمشفى تقوص. عمي إيتال، 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 شو صار لي؟ إيتال، شو صار لي؟ إيتال، إيتال، في إيتال. ألو، ردي على إيتال. ألو، مين معي؟ أنا رجاء، أنا وست زينة بالمشفى، حقي وضعه سيء. دكتور قل لي اي شيء. استعجلوا، قل لي شيء شغلي دكتور، قل لي شيء شغلي منيحه. شو صار له دكتور؟ شو صار له؟ فريقين طبيين رح يساووا العمليه لاخوكي، استغلينا كل امكانياتنا يا خانو. رح يعيش؟ رح نعمل كل شيء بيلزم لنرجعه. بدكم ترجعوا؟ انا اسف، لازم امشي. ماما زينو، ماما زينو، زينو حقي أخي عمي. بس اوعي تستسلمي ماما زينو، انتي قوية، قوية كتير، وحقي اخوك كمان قوي مثلك، رح يعيش. يلا ماما زينو تحملي من شان الله، يلا شدي حيلك. شو ما اشتقتي للأزمير؟ ايه كتير. لو تعرفي قديش امك مساوي اكل كله من اللي بيحبوا قلبك، المحاشي واليبرق، وعملت لك فطاير سبانخ كمان. عفا. الو ايدان؟ لحالة اخي، قوصوا لعم حقي. شو؟ قوصوا لعم، اعمل لك قوصوا. لا جمو ابني. جمو، جمو قل لي شو صار. عمي احكي، قل لي صار له شي لعمو حقي. جمو شو صار؟ جمو الأيناب جايب المصاب الأيسر وجاي رصاصة فيه، إذا ممكن شكرا. يعني لولا هذا التليفون كنا خسرنا المصاب من زمان. سمعتي ماما زينو؟ الحمد لله هاي الشغلة كتير منيحة، يعني بالرغم من كل شيء في شغلات عم تحميه. ألي هالمرة الموبايل، المرة الجاي شو؟ ما فيك ترجع الإنسان عن طريق الموت. ألي يا أغا في حدا بيترجع؟ في ناس كتير واجهوا الموت ورجعوا يا ست زينة، هاي إرادة الله، خلي إيمانك كبير. قلب العملية وكلهم عم يستنوا، يمكن يكون مات، يمكن مات وعم يحبوا علي.
لا لا ما بيخبوا. انت شو بيعرفك؟ شو بيعرفك انت؟ طول بالك يا ابني، كان لازم تكون هنيك عمو جنب عمي، هنيك مكاني. انا رايح عمي، انا بدي ارجع. لوين بدك تروح؟ على المطار. شو رح يصير اذا رحت؟ ما في طيارة. بستأجر سيارة على اسطنبول، في طيارة بالليل لأورفا. بدي روح معه. لا، المريض جاهز؟ جاهز دكتور. المشرط يا ممرضة. حقي أخي، آخر عيلتي، ملجأي، دوائي، حبيب قلبي. شو بعمل إذا مات يا آغا؟ شو بعمل يا آغا؟ كيف بدي أعيش إلي؟ سامحني بابا، سامحني. طالما الإنسان ما وقع بنهر الموت، طالما ما وقع وانجرف، معناتها في أمل يا ست زينة، أكيد في أمل. وإذا وقع يا أخ؟ إذا وقع شو؟ أنا إذا أنا المذنب الله خلاني عايش لهلا، الله عدله كبير، حقي رح يعيش بإذن الله. تعال لازم نفكر بأبوك مراد، هالانفعال يمكن يكون ما منيح لإله. طيب برأيك شو نساوي؟ نحكي مع دكتوره، بلكي بيعطيه إبرة مسكنة أو شي شغلة، لازم يكون في شي طريقة لحتى نساعده. لحق معك، رايح شوف دكتوره وارجع. ماشي. لا تخلوا الشرطة تشوفكم، لا تخلوا حدا يقرب، إذا شفتوا حدا من رجال سيف اعملوا اللازم. أنتوا تعالوا معي. تعال تعال اعطيني سلاحة. مصاب في مشفى حراني الجامعي بحاجة ماسة إلى دم، زمرة الدم آ سلبي، يرجى ممن تتوفر لديه هذه الزمرة التوجه إلى مشفى حران فورا. يلا بنتي قومي روح. أنا بدي ضل هون، بدي ضل شوي لحالي مع ابنك. تنزل لحالك ولا أنا بنزلك ولا؟ شو عم تعمل يا آغا؟ إذا كنت أنا آغا بتلزم حدك وبتنقلع بلا ما تسمعني صوتك ولا؟ علمونا الموت من يوم اللي خلقنا وليكنا هلأ القهر معشع جواتنا تعشيش. سمعاني هالكلاب اللي عم تعوي؟ ليكنا ندمانين وعم نعوي مثل هالكلاب. المريض انخفض ضغطه، ما في نبض، رح نخسر المريض. حضروا جهاز الصدمة على 150 جول. جهاز الصدمة جاهز. رجع؟ ما رجع دكتور. 200 جول. رجع؟ ايه رجع. تمام، عال خلينا نكمل. بيكفينا كل هالألم؟ ما عاد قدراني نتحمل أكتر. يا رب احمينا، يا رب احمينا من غضبك. خلاص ماما زينة اهدي. ماما زينة، ماما زينة. إيدال تعالي حبيبتي، تعالي تعالي. بعرف انها صعبة وما بعرف حالي شو كنت رح اعمل لو صارت معي، بس خليكي قوية، مو من شانك مشان ماما زينة، هي طول عمرها عم تدعمكم ووقفت جنبكم بأصعب أوقاتكم، هلأ صار الدور عليكم.
ابكي عليه قد ما بدك بس مو هلا. يلا مهند. ما عم بقدر اوقف النزيف، لازمني كيس دم تاني. حاضر دكتور. يا بنتي الملقط، ما عم بقدر اوقف النزف، بدنا دم اكتر. حاولوا تأمنوا كم كيس كمان، خبروا قرايبين المريض. في شي خبر عن العملية؟ لا لساته بالعملية، ظاهر بدنا نحن بحاجة دم للمريض. شو؟ لا لا تخافوا العملية يمكن تطول، نحن بحاجة لدم من فئة آسلبي وبسرعة. مهند روح خبر الرجال بسرعة. أمرك يا خانم. يا وكيل زمرة الدم أي سلبي، اجمع كل الرجال المناسبين وجيبهم على المشفى. مرحبا، شو وضعه الحقي بياطلي؟ لساته بالعملية، الحقيقة وضعه خطير. شو هاد؟ تليفون لحقي آغا، كان بجيبته الجوانية فوق القلب بالضبط، اجت رصاصة فيه. في شي تاني؟ حاليا لا، فريق الأمن الجنائي لساته بموقع الحادث، ونحن هون عززنا الدعم بالكوريدورات وعلى المخارج والمداخل. رجال عيلة البياطلي بالجنينة بس لهلأ ساكتين. خليك هون، أنا رايح لموقع الجريمة. مثل ما بتأمر سيد. يعطيك العافية. الله يعافيك. وصل دم فيها أسلبي؟ لا والله، صعب كتير إنه يلتقى. بس يا دكتور حطينا له آخر كيس، وإذا خلص الكيس شو بصير؟ إذا خلص بيموت يعني؟ معقول يا أخي يموت لأنه ما في دم بالمشفى؟ دكتور زمرة دمها طلعت أي سلبي. تفضلي لجوا. إلهي إلهي أنت كبير يا الله، شكر لك يا الله. رح استأصل تلت المادة وهي شغلة طويلة، برأيكم بيتحمل؟ بظن صعب يتحمل. معناتها رح نحاول المستحيل. بس المريض بحاجة ماسة للدم دكتور، منبلش؟ مضطرين نبلش. العيشة هون مو حلوة بالمرة بورج، بتحس حالك عايش بنص جهنم. اليوم أول واحد نعرفه، الكل راحوا لعنده على المشفى. كنت بدي أهرب لعندك. لعندي؟ عن جد؟ ليش هاي فيها مزح؟ وبعدين؟ ولا انكمشت؟ كيف انكمشت يعني؟ لتكوني هربتي من البيت. ايه كله مشان تجي لعندي؟ تفاجئت؟ ايه كتير انبسطت يعني. بيقولوا إذا الجبل ما يجي لعندك أنت روح لعنده، إذا أنت ما فيكي تجي أنا بيجي. عن جد عم تحكي؟ طبعاً، عم بركب الموتور وروح على أماكن تافهة، قهاوي، سباقات، كتير إذا أجيت لعندك يعني؟ فهمت، ماشي يسلم. مين؟ الملازم أول. نعرف مين اللي قوصه؟ لهلأ لا، عم يدوروا. بابا؟ برأيك هو؟ مين في غيره؟ سيفو؟ عمو، عمو، وينو عمي؟ وينو عمي؟ محمود؟ خليني وينو عمي؟ حبيبي بدي عمي؟ اهدى. محمود عمو مراد شو عم تصير؟ تعال عود محمود، عمك رح يعيش لا تقلق أرجوك. دائما بيقولوا هيك. رح تمرق محمود، هي كمان رح تمرق. روق ابني، ابني تطلع فيني، عمك واحد أبطاي. شو رح تقول له لما رح يتعافى من كل شيء بعد ثلاثة أيام؟ شو رح نقول له؟ منقول له ابن أخوك قاعد يعن ويبكي وانت جوا، ولا منقول له خبى قهره جواته ووقف مثل النمر جنب عمته زينه؟ محمود، محمود النمر، شد حالك، اليوم يومك ابني، اليوم يومك. صوروا موقع الجريمة بشكل عام، بعدين بتجمعوا الأدلة وبترقموها. أمرك سيدي. مرحبا سيادة الملازم. أهلين. كأنها شغلة خلاف بسيط على الطريق. بتصدق هالحكي؟ لا والله، ما حدا شاف الشخص اللي قوص، ما نزل من سيارته، قوص أربع طلقات وهرب. سيارة نعرفت؟ معروفة، عم ندور. حقي قوص شي؟ المسكين ما لحق. يمكن ما بيعرفوا للشخص، لو كان شايفه بشي محل، لو إنه من رجال سيفه مثلا، ما كان قدر يقوصه على غفلة. برأيك قاتل مأجور؟ هاي أول شغلة عم فكر فيها. من المركز للقيادة حول. عم بسمعك. لقينا سيارة القاتل،
لقيناها متروكة لحالها بشارع الحياكي. علم حول، بدك تروح؟ دليل رقم واحد 5.25. نعم ابك. حكيت مع الشركة، بطاقتك جاهزة، 9:15 من اسطنبول لأورفا، رحلة مباشرة. يسلموا. جيمو؟ شو؟ زعلان مني شي؟ لا، ليش؟ لأني جبتك لهون وما قدرت تكون جنب عمّا. نحكي بالموضوع بعدين. شغلنا بالمعدي خلص دكتور، رح سكر. شو وضع الضغط؟ وضعه منيح دكتور، والنبض مستقر. راح كتير وما ضل إلا القليل. شو في شي ملفت للنظر؟ لا سيدي، ما بظن نلاقي أثر تاني غير أثر الدم لأن السيارة ممسوحة. سألتوا عن النمرة؟ السيارة بترجع ملكيتها لمهندس بالبلدية سيدي، انسرقت منه مبارح المساء. شو هالحكي؟ سيدي الموضوع ضمن منطقتنا، انت بتعرف الناس منيح، البوياطلية وعيلة كريم أغلو، أصدقائهم أعدائهم. فهمت عليك عارف، نحكي فيها. ليلى هاجر يلا لا تتركوا البيت فاضي، بلكي حدا اتصل. خلينا نبقى معكم. ليش أنا لحالي هون؟ يلا الله يقومه بالسلام. أمين يا رب. هاجر الدم عم يتجمع بالرئتين، ما عم خلينا نبدل لك. ناوليني الشفاط، مشرط، بينز، لازمنا دم بسرعة بسرعة، لاقيلنا دم بأي شكل من الأشكال. رح نزيد الأكسجين. إذا بعيش أخي يا هاجر، أنت السبب، أنت أروع مرة بشوفها بحياتي. شهمي لدرجة أنك تعطي الحياة للي أخذ حياة زوجك مني. يا ممرضة. نعم تفضلي. شوفي شو عم بيصير فوق. لا تقلقي، اهدي شوي، كل شيء تمام. اوه عم بيصير في شيء فوق. ماما زينة هدي حالك. قلبي ناقصني، ما بعرف شو عم بيصير. يا ربي دخيل. خلص يا ربي، ما في شيء فوق. بس بدي اعرف شو عم بيصير. عم رح يعيش، رح يعيش جكارة فيك سيفو. جكارة فيك، انت اللي رح تموت سيفو، انت قبل الكل. سيد اجا. ماما زينو خلص. ايتال انا رجاء نروح. انا هلأ لسمعت، كيف هو عمي؟ مو منيح. في شي ممكن اعمله انا؟ ما حدا ممكن يعمل شي بنو. انتي منيحة؟ كيف بدك يعني يكون بهيك ظرف سيء؟ مزبوط، سؤال غبي. أحياناً كله بيجي فوق بعضه. روح بقى. ماشي، رح كون تحت. ما في داعي بنو. أنا تحت على الباب. ما في داعي. رح أنطر لتفتحي لي بابك إيدال. مرحبا سيد. أهلين خالي أليف. ليك سيد، الوضع هلأ صعب على الكل، وبالأخص على ماما زينة، أعصابها تلفان، وجودك هون يمكن يخليها تعمل شي غلط. عم تفهم؟ فهمت خالي أليف، شكرا. رح كون تحت على الباب. يلا. تعالي أليف. كيف لك؟ إمتى؟ ماشي جاي. طلبوني من المحافظة. ليش طلبوك بابا؟ أنا رايح، ما بتأخر. ماشي روح. وهي آخر وحدة. إذا بعيش هالزلمة العملية رح تدخل التاريخ يا شباب. إن شاء الله يعيش.
بعض الأمور على وشك أنها تطلع عن سيطرة الأمن، وبعض المشاكل اللي حليناها عم يرجعوا البعض يفتحوها من جديد وعم ترجع تنحط قدامنا مثل قضايا التار. مشان هيك دعيناك لهالاجتماع يا رجاء آغا. مشكورين، بس نحن صارنا زمان مسكرين هالدفاتر. أنا جاي هلأ من المشفى من عند الست زينو. نحن ما عنا أي قلق من جهتك. نحن طلبنا منكم الصلح، أنت وزينو عملتوا أكثر من مصالحة، صرتوا مضرب المثل. بس في مجموعة بتنتمي لعشيرتك رجاء آغا. أصدق عن سيفه؟ هدول عم يعملوا كل شي بيطلع بإيدهم لحتى يوقفوا بوش الصلح. وبصراحة الشخص اللي ورا هالحادثة، يعني الشخص اللي ورا حادثة حقي، واضح إنه سيفه. مزبوط، سيفه مع الأسف الشديد من عيلتي، من لحمي ودمي. بس لا تنطروا مني إني أضبطه، هذا واحد سافل وما بينضبط. قوات الأمن والقضاء رح تهتم بسيفه بالشكل المطلوب. اللي بدنا يا رجاء آغا من جهة زينو ومن جهة أنت أنكم تكونوا مسؤولين عن جماعتكم. إذا بتوصل النار اللي شعلها سيفه لصفوفكم تحتروا. طبعا نحن ما بيطلع عندنا نشور عليكم، وأكيد رح نعمل كل شي بيطلع بيدنا. بس ولو رجاء آغا، احكي، خد راحتك. انتوا بتعطوا الأوامر ونحن بننفذ، بس لما بنشوف الفاعل واللي حرضه واقفين قدام المحكمة وعم ياخدوا جزاءهم بنقول الحمد لله، بنقول الدولة تصرفت وعملت واجبها. تسلم رجاء آغا، حكيك مزبوط، غلبناك بالجيه لهون. استغفر الله، هذا واجبنا. يعطيكم العافية. شكرا رجاء آغا. ولو مع السلامة. واضح شو لازم نعمل. سيفه ما لازم يغيب عن نظرنا، لازم نراقب كل تحركاته ولازم نرصده وناخذ الاحتياطات اللازمة منعا لأي شغب، وخصوصي بالمستشفى. لازم نبدأ بالشغل بأسرع ما يمكن. عملنا كل شي بيلزم مشان هذا الموضوع. بدكن تحاولوا تكمشوا الفاعل بأسرع وقت. أمرك، نعمل اللازم سيدي. برافو عليك إياس، خلصتني من وسخة مثل حقي. حلال على راسي. آغا، اجاني خبر هلأ يا آغا. شو هو؟ أخذوا حقي على المستشفى يا آغا، بس مو ميت، عايش. مستحيل، أكيد في غلط. لا ما في غلط، حقي بالعملية. يعني حسب كلام الدكاترة عم يعملوا عملية لواحد ميت من ساعات، ما هيك؟ بحياتي ما غلط بحدا، مستحيل يكون نفاد. أربع رصاصات وما قدرت أقتله؟ آخر واحدة حطيتها بقلبه. مو هاد هو الحكي اللي حابب أسمعه؟ حقي عايش ولا مو عايش؟ شو جاي تحكي لي هون انت؟ ايه؟ روح بحط لك رصاصة أخيرة براسه. مو شايف انك تأخرت؟ لا ما تأخرت، أنا بعمري ما تركت شغلي ناقصة وما نهيتها، وهي ما بتركها، نوب لا تاكل هم. Yeah.